السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد. أعلنت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم عن إبرام عقد يمتد لمدة سنتين مع المدرب أمير عبدو، سيقود خلالهما الطاقم الفني للمنتخب الوطني الأول والمنتخب الوطني للمحليين. حول اختيار هذا المدرب الجديد للمنتخب المرابطون، ويسعدني أن أستضيف وأحاور الناقد والمحلل الرياضي محمد باب أحمد. أهلا بك أستاذ كريم. أهلا بك، شكرا على تلبية الدعوة. بداية، لو بدأنا بهذا الاختيار، في أي ميزان يمكن أن يوضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قناة المرابطون على إتاحة هذه الفرصة واهتمامها بالشأن الرياضي عموما والشأن الكروي خصوصا. على ما أعتقد، حسب ما متابعتنا للمشاركات المتتالية للمنتخب الوطني في البطولتين العربية والإفريقية الأخيرة، كنا ننتظر إقالة المدرب ديجا دوروزا وطاقمه الفني نتيجة النتائج المخيبة التي حققت في مشاركة إفريقية على الأقل. مشاركة العربية كانت مقبولة نوعا ما، فوز على سوريا رغم الخسارة الكبيرة أمام تونس في المباراة الافتتاحية، لكن تداركنا حافظنا على الأقل ما أوجهنا في المباراة الأخيرة وحصلنا على 3 نقاط كانت مهمة لنا معنويا على الأقل. لم نتأهل للدور الثاني، لكن ما حصل في كأس أمم إفريقيا كان هو وراء إقالة كورينتا مارت، إقالة ديدي غوميز داروزا والطاقم الفني. فريق منتخب الوطني لم يظهر بالأداء المطلوب منه، خصوصا وأنه وضع في أحسن ظروف يمكن لأي منتخب أن يحلم بها، مثل وضع في ظروف منذ بدأ معسكر تدريبي قبل البطولة بعشرة أيام في الإمارات، طائرة خاصة من الإمارات من وإلى الكاميرون، ذهبت به الكاميرون وعاد به الكاميرون، يعني ظروف مريحة، فندق إقامة في فندق 5 نجوم، يعني الفندق الذي أقام فيه المنتخب التونسي نفس الظروف يعني. لكن المرابط رغم كل هذا لم يقدموا شيء المطلوب بشارع الكرة، خصوصا أنهم خرجوا بثلاثة هزائم 0 هدف، لم يسجلوا أي هدف، استقبلت شباكهم 7 أهداف. الحقيقة كل هذه الأمور كان من شأنها ولكن تحميل المدرب كل هذه للهزائم، وانه المدرب ايضا لم يستلم مقاليد التدريب بمستوى فتره وجيزه، وايضا لا يمكن ان يتعرف على المنتخب، حتى هو كان تحصيل حاصل، الهزيمه كانت تحصيل حاصل. صحيح. شوف، من ناحيه المدرب اصلا يقامر بهذا، انت امامك بطولتين كبيرتين، لماذا تقبل هذا العرض؟ تحدي، انت كنت قادم على تحدي. نحن لما قدمت الاتحاد دعت المؤتمر الصحفي لتقديم دور داروزا، حوار معه الاعلامي سالوا عنها تحدي، قالوا انه يحب التحديات وانه واثق من نجاحه. انت كمدرب لما تحرق مسيرتك مع المنتخب وانت تعرف انك قادم على بطوله اقل من 15 يوم، بطوله العربيه نعم، وبعدها باقل من شهر كذلك بطوله امم افريقيا. لكن ما دام المدرب تحمل مسؤوليه، الاتحاديه ايضا كانت مجبره نوعا ما، حسب ما صرح به رئيس الاتحاد في اخر خارج اعلامي له، انه كانوا في مفاوضات مع مدربين غير داروزا لم يكن خيارا، كان عنده محاورات مع مدربين تونسيين على غرار نبيل معلول والمدرب النفطي مهدي النفطي، كانت هناك محاوره، لكن كل هؤلاء المدربين في النهايه لم ورفضوا دخول هذه المغامره، تسميها تهربوا. صحيح، هل حسب وجهه نظري انهم تهربوا هم اولا قابلوا العروض او تفاوضوا، حتى ان الصحافه الرياضيه كانت تنتظرهم وصولهم الى المطار نواكشوط او نفطي على الاقل ليخرج يوم موالي ويوقع النادي الاسباني من الدرجه الثانيه. هؤلاء المدربين اعتقد انهم خافوا من تخوف، كان تخوفهم في محلي، خافوا من ان يقعوا فيما وقع فيه داروزا، وهو انك تاتي منتخب غير جاهز، عناصر منتهيه، اعتزال اللاعب الاول بسام، اصابه اسماعيل جاكيتي هداف مؤهل لاهلنا الى شان الامر، يعني تراجع مستوى كثير من النجوم، اصابه ايضا حسن العيد بعض من اللاعبين، وتذهب الى بطولتين بهذه الاهميه، كانت مغامره. لماذا برايك قبلها المدرب؟ اعتقد المدرب، كل مدرب يحلم بتدريب في بطوله افريقيا، كاس امم افريقيا، البطوله الثالثه عالميا والاولى قاريه افريقيا، في افريقيا تصنف هي الثالثه بعد كاس العالم وكاس امم اوروبا من ناحيه الامم الاوروبي افريقيا، فيها لاعبين كبار مثل محمد صلاح، ساديو ماني، رياض محرز، لاعبين نجوم في العالم، كل مدرب يتمنى ان يضع في مسيرته انه درب في هذه البطوله، وبالتالي تلك الاطماع او تلك الطموحات، كي نحسن العباره، تلك الطموحات التي كان يريدها داروزا وكان يتمنى، لكن جرت رياح مع مانشستر سيتي. هناك ايضا مفارقه اخرى، التشكيله التي لعبت في كاس في البطوله العربيه مغايره تماما للتشكيله التي لعبت في كاس افريقيا، اتيان بلاعبين محترفين،
جلب لاعب المحترفين شيء مهم، ولكن مهم ان تحضرهم قبل بطولات، يعني تلعب يلعبون تصفيات كما وقع مع المهاجم كامارا، مهاجم فولهام السابق، ولكن وبعض اللاعبين اخرين لعبوا تصفيات مع المنتخب الوطني واثمرت مشاركاتهم مع المنتخب. لكن انت تأتي قبل البطوله باسبوع او اسبوعين لتاتي بلاعبين لم يسبق لهم ان لعبوا في موريتانيا ولا لعبوا في افريقيا كاع، وتطلب منهم ان ياتوا بنتائج ايجابيه، هذا شيء صعب. لاعبين وايضا لاعبوا اساسيين، هؤلاء اللاعبين هم الذين بدا بهم المدرب الاساسيين في بطوله امم افريقيا الاخيره، بالتالي كان الاخفاق اعتقد انه كان مطروح، رغم كما قلت لك الظروف التي وضعت هذا 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 يشعل انه تغيير المدرب الان ربما خطوه ايضا من مجموع الخطوات التي يقول المخالفون لرأي الاتحادية انها خطوات في مسار لا يوصل الى شيء، يعني مسار تغيير المدربين ومسار اتخاذ مجموعه من القرارات متعلقه بالاصلاح الكره وهي في النهايه لا توصل الى نتائج. شو هي صحيح، شو هناك من يقول يعتقد ان كان الافضل، وهو يعتقد ان الافضل كان استمرار مع المدرب السابق كورينتا مارتينز اللي وصلنا الى الشان والكان مرتين، ولكن ايضا هناك من يقول لم يعد لديه ما يمكن يقدم. انا من الذين كانوا يقولون ان مارتينز لم يعد لديه ما يمكن، لا عاد التباكي الى مارتينز. لا 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 نتباكي، مارتينز حتى لو شارك، حسب رايي شخصي مارتينز حتى لو شارك في البطوله لم يكن ليقدم ما قدمه 2019. 2019 قدمنا بطوله محترمه، خرجنا بتعادلين على الاقل، بتعادلين هزيمه واحده، كنا لنتأهل لو فزنا على تونس في المباراه الاخيره، قدمنا مباراه بطوله محترمه. لكن جيل 2019 لم يعد موجودا، الاتحاد لم نحضر جيل اخر يحمل مشعل بعد جيل بسام مثلا والحسن العيد واللاعبين الغايبين اسماعيل جاكيتي ولا سليمان جلو، هؤلاء اللاعبين الذين اهلنا لاول كان وشاركوا مشاركه كما قلت لك مشرفه رغم اننا لم نتأخذ الدور الاول، لكن هؤلاء كان ينبغي ان يكون هنالك من يحمل مشعل بعدهم مباشره، من اعطاء الفرصه للاعبين شباب مثل اللاعب هداف الدوري حميه طنشي الذي لم يلعب سوى اقل 10 دقائق مباراه من مباراه تونس، تدخل في الشوط الثاني 10 دقائق وانت مهزوم. كذلك الشباب محسن بده ومحمد سعيد كابي الذين لعبوا مباريات مهمه في البطوله العربيه، هؤلاء كان ينبغي ان يؤهلوا قبل البطوله، تعطى لهم اكثر فرصه في التصفيات لياتوا الى مرحله النهائيات وهم ناضجون اكثر خلفا للجيل الذي كما قلت الجيل الذي المنتهي يعني جيل بسام. لكن هذا كل هذا لم يحدث، هذه اخطاء تعالج طبيعة يعني الاتحاديه عندما يخفق مدرب، من الطبيعي انه ان المدرب يتحمل مسؤوليته، لكن ايضا الاتحاديه نفسها عليها ان تتحمل جزء من المسؤوليه، لان المدرب لم ياتي بنفسه، المدرب هناك لجنه اختارت الاتحاديه ووضعت لها عده مدربين، او حسب الذي قالت الاتحاديه انها فتحت يعني امام المدربين الراغبين في تدريب المنتخب لارسال ملفاتهم وسيرهم الذاتيه، ونقت رسائل واختارت داروزا اخيرا. لكن هذا الخيار كان ينبغي ايضا ان الاتحاديه تتحمل المسؤوليه من هذه الناحيه، على ليس داروزا وحده هو من يتحمل، يعني الذي اريد ان اقول ليس داروزا وحده من يتحمل الاخفاق. كما قلت لك الاتحاديه وضعت المدرب في ظروف جيده، لكن الظرفيه الزمنيه والطاقم الفني، مدرب قد لا يكون المدرب مثلا من يختار الطاقم الذي يساعده، وقد لا يكون حتى انه قد لا يكون من يختار اللاعبين رغم انه هذا دوره، لان الفتره الزمنيه الوجيزه التي يعني الفتره الزمنيه الوجيزه التي اختير فيها داروزا كمدرب للمنتخب الوطني لا تسمح له بالتعرف اصلا على اللاعبين جميعا، بالتالي لا بد ان يكون هناك من يعاون، من سيعاون؟ ستعين له الاتحاد لجان لتساعده، لجان فنيه من مدربين ومن فنيين مثلا يوصلوا الى اللاعبين المحترفين والموجودين في الدور الوطني، بالتالي هؤلاء ايضا عليهم ايضا يتحمل جزء من المسؤوليه، ليس داروزا وحده، لكن داروزا هو الذي هو دائما هو بما انه هو كان المدرب وقائد الطاقم. هناك مسؤوليه، ترى انه هناك مسؤوليه مشتركه بين الاتحاديه والطاقم الفني، وانه فيما يتعلق بالبعد الاداري على الاقل هو كان اكثر جوده واكثر اكثر اكثر تماسك، ولكن هذا يحيل السؤال عندما نتحدث عن البعد الاداري والدور الاداري للاتحادين، نتحدث ايضا عن الاكاديميه ودورها. صحيح، شو هناك شقين في المنظومه الرياضيه، يعني منظومه الكره القدم، منظومه بناء كره القدم او بناء منتخبات الوطنيه، هناك شقين، شق اداري وشق فني. الشق الاداري هو الذي تتولاه الاتحاديه كره القدم، تتولى الشق الاداري وضع المنتخب في ظروف ملائمه، وقلنا لك كل هذه الامور
كانت على ما يرام، يعني وضع المنتخب في المعسكرات إلى آخره، تعلوات لاعبين، وهذه كانت غرف جيدة. المنتخب يقيم في أحسن فنادق، شخصيا كنت في البطولة العربية الأخيرة في قطر، شاءت منتخب لا يتم لا المنتخبات الأخرى لا تتميز عنها بأي شيء، لا الجزائر ولا تونس ولا المغرب، أي نفس الظروف إلا في النتائج في النتائج. وهذه مشكلة، هذا هو الشق الثاني اللي كنت أتكلم عنه، الشق الفني يتعلق بالمدرب واللاعبين أنفسهم، المدرب درجة أولى، لأن المدرب هو الذي يختار اللاعبين، لكن المدرب أيضا يجب أن يوفر له جودة على الأقل معقولة من اللاعبين، لأنك أنت عندما تأتي بمدرب حتى لو أتيت مدرب عالمي لا تمتلك مواهب أو مكونة أحسن تكوين لا يمكن أن يحقق لك نتائج. نحن لا أقول أننا نفتقر إلى تلك الكاليتي، يعني إلى تلك يعني النجوم، لا نفتقر إلى النجوم، موجودين هؤلاء النجوم، لكن هؤلاء النجوم عليهم أن يؤطروا وأن يعني يكونوا كما ذكر مدرب الشباب الطالب في إحدى خرجاته، قال إن هناك لاعبين موريتانيين مميزين لكن عليهم أن يؤطروا أكثر ليكونوا ليستطيعوا يعني حمل مشعل المنتخب الوطني الأول. طيب خلينا سنواصل هذا النقاش ولكن بعد الفاصل حول الأمال المعلقة على المدرب الجديد والأوراق التي يمكن أن يلعب بها. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذا النقاش في برنامج المشهد. يبقوا معنا. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحياً إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها، واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته، غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها، وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات، عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف. تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة. اهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد الذي نناقش فيه اختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني مع المحلل الرياضي محمد باب احمد. اهلا بك. الان هناك مدرب جديد للمنتخب الوطني، ما الذي يمكن ان يضيفه؟ اعتقد ان خيار المدرب امير عبدو القمري، امير عبدو الذي يحمل ايضا الجنسيه الفرنسيه، لم نبتعد كثيرا عن المدرسه الفرنسيه. هذا اشكال يمكن ان نناقشه. امير عبدو يعني اعتقد انه له ايضا ايجابيات وسلبيات كغيره من المدربين، لكن اعتقد انه ايجابياته اكثر للمنتخب، وساحاول يعني شرح الايجابيات. خصوصا انه كان يدرب، اول هذه الايجابيات انه كان يدرب في الدور الوطني، يعني يعرف الدور الوطني جيدا، يعرف اللاعبين الوطنيين. يمكنه يعني ان يشرك قدر اكبر من اللاعب المحلي، وخصوصا انه هو ايضا يدرب المنتخبين، المنتخب الاول والمنتخب المحلي، يعرف اللاعبين المحليين كما قلت لك. ايضا عنده نقطه اخرى، كان يدرب جزر القمر، منتخب مستوى متقارب مع مستوى المنتخب الوطني في التصنيف العالمي، يعني يعرف التعامل مع منتخبات التي تصنف في تصنيف، يعني لا اقول منتخبات ضعيفه المستوى، منتخبات تقاربنا في تصنيف. يمكنه أيضا هذا أن يكون نقطة عامل إيجابي لتعامله مع منتخب مثل المنتخب الموريتاني. كذلك أمير عبدو أيضا كما قلت لك هو فاز يعني مشاركة الأخيرة مع المنتخب بلاده، تأهل لدور 16 صحيح دور الثاني، يعني بعد دور المجموعات، أقصي على يد الكاميرون بكثير من
جدل، هو نفسه لم يحضر تلك المباراة. كانت مباراة فعلا مثيرة للجدل، هو نفسه لم يحضر المباراة نتيجة إصابته بفيروس كورونا. 3 حراس أيضا من جزر القمر لم يلعبوا، مع ذلك خرج بأداء مشرف في أول مشاركة أيضا لجزر القمر. كان يعني كل هذه النقاط تصب في صالح ينجح مع المنتخب الوطني، لكن هذا لا يعني أنه أن النجاح معه محتوم. لديه أيضا هناك من يعتقد أنه ليس صاحب المرحلة، المنتخب يمر بمرحلة صعبة تحتاج لمدرب أكبر منه فنيا واسم أكبر منه. لأنه في الواقع هناك تحول على المستوى الوطني للمنتخب الوطني، هذا تحول بين جيلين تقريبا. صحيح صحيح، تفهم العقلية ربما يضع الكثير من هناك صعوبات. تفهم صحيح، أي محاولة للتقدم. نحن تلقائيا منذ إقالة مارتينز تغير المنتخب تلقائيا، لأن الأسماء التي كان يلعب بها مارتينز تغيرت. كما ذكرت لك اللاعبين الذين غابوا عن كان الأخير، منهم من اعتزل ومنهم من غيبته الإصابة ومنهم من غيبه قرار فني يعني. لكن هناك في الآونة الأخيرة سمعت مطالبات من الشارع الكروي بمطالبات بإعادة بسام الذي كان يلعب مع نسن والذي يلعب الآن مع نسن وكان يدرب المنتخب، يعني هو العارف بقدراته. وكذلك آدم با الذي أعلن اعتزاله الدولي بعد بطولة إفريقيا الأخيرة، وهو الذي يتألق الآن مع نهضة بركان المغربي في كأس الاتحاد الإفريقي وسجل في الجولة الماضية هدفا من انتصار إفريقي. هناك مطالبات بعودة هذين الاسمين. الفيصل سيكون في هذا الشهر، نهاية هذا الشهر ستخرج التشكيلة النهائية التي سيشارك بها المنتخب الوطني في بطولة النواكشوط الدولية التي سيشارك فيها، إضافة إلى موريتانيا ليبيا وبعض المنتخبات الإفريقية الأخرى. يعني كان ستكون 4 منتخبات إفريقية ستشارك في هذه البطولة. هذه البطولة ستكون بمثابة اختبار الأول لمدرب القمر أمير عبدو. سنرى هل سيعيد الأوجه القديمة أو سيأتي بأوجه جديدة. نعم. تغيير سيحدث. المرشحة الأسماء، تقصد أسماء اللاعبين؟ نعم. أنا أعتقد حسب رأيي أنه سيركز كما قلت لك على اللاعبين المحليين، لأن أمير عبدو يعرف اللاعبين المحليين، وكذلك نحن أيضا نمتلك اللاعبين المحليين يعني يمتلكون إمكانيات جيدة، خصوصا أن أمجاد مكرة موريتانيا صنعت لاعبين محليين رغم أنهم احترفوا. كل هؤلاء اللاعبين الأهل كان أصلا لعبوا في الدوري الوطني قبل أن يحترفوا، حسن العيد مثلا، علي عبيد، بسام، هؤلاء كلهم تخرجوا من إسماعيل جاكتي، هؤلاء كلهم لم يولدوا في فرنسا ولا في دول أخرى، عكس اللاعبين الذين جلبنا مؤخرا، لاعبين مولودون يعني خارج الوطن، موريتانيين فعلا لكنهم لعبوا خارج الوطن. وبالتالي هذه إشكالية دائما عند المنتخبات الكبيرة الإفريقية، الفضل اللاعب المحلي من المحترف. افريقيا، الجزائر نفسها فازت بكأس افريقيا الماضيه بجيل من اللاعبين الجزائريين الذين ولدوا في الجزائر. قبل ذلك كان الجزائر تراهن دائما على اللاعب المحترفين، وكانت دائما تقدم مشاركات جيده لكنها دائما لم تحقق اللقب قبل بعد 1990 الا او 92 الا لقب 2019. نعم، دائما تغيرت العقليه، تغير المدرب ايضا. نعم، دائما يتعلق بالكره المحليه. هناك اشكال انه هل الأمر مرتبط بالمدرب، بالجهاز الفني، بالإشكالات الفنية الموجودة، والله هناك إشكالات أخرى أكثر بعد إداري يعني مثلا أكثر تحكم في مصير اللعبة. شو أعتقد المدرب إذا كان المدرب ذاك كامل يتعلق، كل هذا يتعلق يعني بالمدرب. نعم. إذا كان المدرب قادر لديه أن يفرض شخصيته، أنت المدرب هو المسؤول الأول والأخير عن هذا النتائج. نعم. إذا فاز المنتخب أنت هو الفائز، حققت كل شيء، إذا خسر المنتخب أنت المسؤول. بالتالي المدرب عليه يتحمل مسؤوليته حسب شخصية المدرب. أي مدرب عليه يخرج التشكيلة التي يقتنع هو أنها ستقدم له نتائج إيجابية. هل تتوقع أن عبدو؟ أعتقد أن من عبدو يتمتع بتلك الكاريزما يعني الشخصية القوية. التشكيلة التي تستطيع أن تحقق له نتائج، في حال استطاع حققت له نتائج الجميع سيشيد به، وحال حق الإخفاق أيضا الجميع لن يذكر الجهات الأخرى، لأنك أنت هو المسؤول الأول عنها. أنت هو يعني أنت المدرب هو من يختار القائمة. إذا اختار قائمة يعني وحققت له نتائج إيجابية سيكون ناجح، وإذا اختار قائمة وأخفقت سيكون هو أيضا المسؤول. نعم. حول الرياضة بالتالي. حول الرياضة المحلية دائما هناك هناك دائما من يقول إنه منتخب أول ضعيف، إنه ما دام هناك دوري ضعيف سيكون هناك منتخب. شوف صحيح. ما رأيكم؟ هذه قاعدة ثابتة في جميع في العالم، ليس في يعني السنغال هذه التي فازت بكأس أفريقيا الماضية. كثير من الناس يعتقد أن السنغال جاءت بلاعبين محترفين من فرنسا، فاز من أوروبا وفازت بهم. غير صحيح، السنغال لديها أكاديميات قوية،
اكاديميات تكون لاعبين في المرحله المسنيه ثم تبعث من فرنسا واوروبا. ساد جومان نفسه تخرج من اكاديميات فرنسيه، لم يولد في فرنسا ولا اكاديميات سنغاليه. نفس هؤلاء النجوم السنغاليين منجي وغيرهم، كل هؤلاء اللاعبين تكونوا. العالم لن يكون لك لاعبين وياتيك يقول لك هاك العب بهؤلاء اللاعبين لان اصولهم بلده. اي منتخب فرنسا ولا اي دوله اوروبيه عندما تتعب تبذل مالها وتبذل توفر طواقمها لتدرب فئات سنيه وكذا لن تجاز، ستضغط على اولئك اللاعبين ان لا يمثلوا الا منتخب فرنسا. بالتالي انت لست متحكم، مثلا تترك لاعبين اصول موريتانيا او من اصول افريقيا يلعبون في دوريات كبرى، ولست انت لست يعني متحكم في انهم سيلبون نداء الوطن، لان هؤلاء اللاعبين قامت دوله اخرى وكونتهم ومن الطبيعي ان تستفيد من خدماتهم. وهذا هو اللي كان ينبغي ان تفعل الاتحاديه الموريتانيه او الاكاديميه الموريتانيه في سنواتها الاول. سارت على هذا النهج، يعني كانت تكون لاعبين صغار ثم تبعثهم للمشاركه في بطولات دوليه مسقره، بطوله كوتشيف استفدنا منهم احتراف بعض اللاعبين. وهذا المسار لو تبع، لكن في السنوات الاخيره انقطعت، لم تشارك المنتخبات في بطوله كوتشيف لان جائحه كورونا وغيرها. ايضا الاكاديميه لم تعد بنفس يعني حسب حتى الامكانيات لم تعد نفسها هي الامكانيات، لان كان اللاعبين هناك يقطنون في الاكاديميه ويتلقون اجراءاتهم في الاكاديميه واضافه الى مباشره تدريبهم، وهذا كان شيء يعني يبعدهم عن 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 الشارع وعن اللاعبين، يركزون فقط على كره القدم، وهذا شيء مهم في تسريع نمو الموهبه لديهم. نعم. تم اختيار مدرب جديد، هل هو الخيار الامثل؟ شوف، خصوصا اشرت الى موضوع المدرسه الفرنسيه. شوف، نحن الان الاخير تقريبا 10 سنوات الحقبه الاخيره للاتحاد النهضه الكرويه جميعا تحققت على يد فرنسي. نعم. لكن انا اعتقد حسب وجهه نظري الشخصيه كان ينبغي ان نغير المدرسه الى احدى المدارس الاخرى، مدارس غرب افريقيا او المدارس الاوروبيه الاخرى، يعني نغير العقليات. حتى المدرسه الفرنسيه ايضا هناك من يهاجمها قاع في العالم، اعتبر انها مدرسه شبانه، يعني تدافع اكثر مما تهاجم. لكن 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 منذ كما قلت لك كورينتا مارتينز وقبله باتريس نيف وديدا غوماز والان امير عبدو يحمل الجنسيه ايضا الفرنسيه، كل هؤلاء اعتقد ان الرافد الاساسي الذي جعلهم يجعلنا نرتبط بالمدرسه الفرنسيه هو كون ثقافتنا وثقافه لاعبينا، ان اكثر لاعبين كما قلت لك يلعب في الدوريات الفرنسيه سواء درجات الدنيا او درجات. بالتالي سيكون التواصل معهم افضل للمدربين بطريقه مباشره، رغم ان الترجمه موجوده. هذه اشكال يمكن تجاوزه، صحيح. اشكال التواصل الان اصبح موجوده الترجمه في جميع من الحقول، صحيح الرياضه صحيح. احدى الحقول صحيح. وانا شخصيا قاعد افضل التغيير، لان التغيير لان ثبت على اي شيء، سواء اتابعك لم ياتي كله احب التغيير. يعني طيب، جبت فتره من حقبه من المدرسه الفرنسيه وغير لاحدى المدارس العربيه ومدارس الاوروبيه. شكرا جزيلا لك المحلل الرياضي محمد باب احمد، شكرا وصولكم مشاهدينا الكرام على متابعه هذه الحلقه من المشهد الى لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.